وغنقسم لكم بالله، لو كنت رئيس فريق في الاغلبيه ونقول واحد الكلام تكلم هنا، لا طلبت من حزبي ان يخرج من الحكومه، اقسم لكم بالله هذا موقفي انا. لما لا استصغي هذا الكلام كثير نزيد. لا تفضل سيد الوزير. يا ما يمكنش. لا 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 ما تدفعنيش ما تدفعنيش بزاف. لأن وزير المالية على علم عما يجري في الاقتصاد الوطني، على الضرائب، وهو من هذا الحزب المحترم وحنا كنحترمه وقايم بالواجب ديالو، خاصو هو على عيطوا عليه يقول لكم المعطيات. لأن إذا كان رئيس حكومة هو بوحديته اللي تيحكم، إذا الأحزاب اللي معاه غير سوريين، ما عندهم قيمة. كلنا الأطراف مسؤولين، ما يمكنش شي واحد يتهرب اليوم من المسؤولية، سواء في الحكومة اللي فاتت ولا في هذه. وأنا أتحمل كل مسؤوليتي داخل هذه الحكومة وفي الحكومة اللي فاتت. وإلا غنكون بحال شي كراكيز غنحطو تما بحال صندوق. لا. أتحملت مسؤوليتي. وخاصة نتحملوا كلنا مسؤوليتنا. وخاص حتى ديك اللي يكونوا قبل منا بعضينا ماشي كلشي يتحملوا مسؤوليتهم. كيفاش لقينا المغرب في 2012؟ تتذكروا العجز 7.2% ديال الدخل. لو ما صندوق النقد الدولي ضمن المغرب كنا ضمننا ما بقاش فينا الثقه في المغرب. صندوق النقد الدولي دار خط باش يضمن المغرب، لان ما بقاتش الثقه في المغرب ذاك الوقت. شكون اللي مسؤول على هذا الشيء؟ الحكومه اللي فاتت. ولكن غير نذكر الريتروفيزور ما نهرسوش باش نبنيو. حنا بغينا نزيدو القدام ما ننتقد. راه ساهل الانتقاد، ولكن الانسان يشوف نفسه كذا كاش دار. وكانت ظروف صعبه، ماشي انه مسؤول، كانت ظروف صعبه وما كان عنده ما يدير. ما كنتش في ديك الحكومه، كنت في المعارضه، ولكن كانت الظروف كذلك قاسيه. والظروف اليوم، اما حسن دروك ما قبل 2012 ولا الثقه في الحكومه في الاقتصاد الوطني دوليا، هاد الاستثمارات اللي جايين ما كاينش ثقه في المغرب دروك. وشكون هذا الثقه؟ كنا متضرين وكل شيء كان معنا. 15 مليار ديال الدرهم زولناها من الاستثمار. واش عرفتوا شنو هي القيمه ديال 15 مليار؟ تزول من الاستثمارات المغرب ما كانش غادي يزيد القدام. وما تزيدوش على الناس 80 مليار ولا 56 ولا 35 مليار فين مشات. واش كانت محطوطه؟ هذا جهل. واش كانت محطوطه في شي صندوق؟ كانت محطوطه في شي صندوق وخزناها فين مشات؟ كنا غنتسلفوا. وما كانش اللي يسلفكم. كنا غنتسلفوها. وما بقاش اللي داير فيكم الثقه يسلفكم. اش هادشي نسيناه؟ انا باغي الخطاب ديال الناس اللي دايرين السياسه وكبروا في السياسه وناضلوا في السياسه، اما شي بعضين بحر دخلوا شي باس ما كاين. انا ماشي مسكين، خاصني المناضلين المعقول اللي ملي تيكلم ملي تيتكلم تيوزن الكلام ديالو عارف اشنو كاين. اما اللي جاي طايش ودخلوا يغوت تيعيط. القانون، شي واحد قال لك ما بغيناش 6 شهور. القانون المغرب دولة المؤسسات. القانون ديال المنافسة كيسمح للحكومة، وراكم صوتوا عليه، يدير 6 شهور وعاود 6 شهور أخرى. وقلنا هاد 6 شهور ديال المناقشة باش نفكروا في أساليب جديدة، ماشي غير 6 شهور ونطلقوا. لا، هذاك الشيء غادي يكون حوار باش نشوفوا ما العمل، وغتكونوا متابعين معنا ماشي مشكل. حنا ما حنا شفافين ما تنخزلوا والو. كاين كذلك هاد 17 مليار قال لك خاص الحكومه تجاوب، خاص التقرير يجاوبك. اقرا التقرير، فين مكتوبه؟
لان الا تنتكلموا على الارباح، الارباح هي اللي كتادي عليها الشركه الضرائب، هذه هي الارباح. وراه التقرير جاب الارباح ديال كل شركه، سيروا حسبوا شحال غتلقاو الارباح. تنتكلم على الارباح ماشي لا مارج بروت، غير كاين فرق بين لا مارج بروت والارباح ديال الشركات. لا مارج بروت فعلا كاين، انا قلت لكم تزاد تال درهم بعد خطره، تال درهم و13 تال درهم واكثر. ولكن منين مشينا تنفككوها، انا ما تندافع، ما عندي شركه، ما عندي والو. ردوا البال، لا ادافع عن احد، بالعكس انا قلت لكم راه زادوا في الهامش وراه المواطن كيعاني. ولكن دائما ندير تحليل فين مشات هاد، لان كانت الارباح والحكومه ما شدتش هاد الضرائب راه مصيبه. وكون صبنا حنا ديك 17 مليار داروا ارباح، كون شدينا الضرائب ديالها، ما شديناش الضرائب ديال 17 مليار، لان عارفين التوزيع ديالها فين مشات. ومن بعد انا نجي عيطوا لي اللجنه نعطيكم المعطيات. الان بالله عليكم واش جا شي واحد يستثمر؟ قلنا له لا. واش بغيتو الحكومه تستثمر دير المنافسه؟ الان الربح راه الله، هذا غادي يقولها 8 الشركات. كاين شي واحد باغي يجي يدخل السوق؟ يدخل كيفاش؟ حنا حابسين سادين الباب. راه هذا الكلام لا يليق بالمغرب، لا يليق بالمغرب، لان هذا الكلام كيتسمع. راه اما هاد البلاد بغينا نخربوها ولا بغينا زعما نعجب الناس، راني تنغوت. انا ماشي هكذاك السياسه. السياسه دير اقتراحات، بعض الاقتراحات جات ها ما خصنا نعملو، اما غير نغوت ماشي، ما يمكنش، ما غير مجدي. كنبنيو البلاد جميع اغلبيه ومعارضه، ما العمل في هذه الظروف الصعبه. تعزيز الطاقه الشرائيه، واش شنو كدار وشنو درنا؟ شكون دوز السميك الحكومه 3000 درهم؟ شكون دوزها؟ فين شحال كان؟ الدعم لهاد الناس اللي ما عندهم نقابه ولا حتى شي حاجه، فقدان الشغل، هاد النساء وغاديين لقدام ان شاء الله، شي بعضين ما عاجبهم الحال، وراه كانوا قالوا لنا بغيت ديروا بها انتخابات، شي بعضين ما تعجبهمش الحال، يكون هاد الدعم غادي يكون. هاد الحكومة عندها طابع اجتماعي، وغادي نزيدو قدام إن شاء الله، لأن ما يمكنش نعيشو يكونوا هاد الفقراء وكيف تيجي يتسول واحد في الزنقة. وراه دريسة زعما تتكلم، اللي تتكلم ما حيدتو صندوق المقاصة، كان شي بعضين تيديو تسعود، والفقير تيدي درهم من عشرة، بغا يديك تسعود تبقالو، لا ما تبقالوش، خاصني داك اللي كان تيدي غير درهم خاصني كيفاش نعوض له الجوج وثلاثة وربعة دراهم. هذا هو العمل الاجتماعي، هو داك فعلا اللي عنده لاباس عليه ما يستافدش. ولكن خاص في الطبقة راه تكلمنا، الطبقة المتوسطة والفقراء، هذول خاص إلا بغينا شوية العدل. أما خلي صندوق المقاصة باش يبقاو يمصوها ما تبقالهمش. فهاد الشيء البترول ما يمكنش نرجعوا له، ما يمكنش نرجعوا له، ولكن خاصني نلقى الاليات. هادشي كاع علاش تنغوتو؟ ياك 80 سنتيم قلتو في المعدل، لا قدر الله لا وصل البترول 100 دولار، واش 80 سنتيم هي تحل لكم المشكل في البترول؟ راه ملي كانت صندوق المقاصه ملي تزاد في البترول كان البرميل ب 45 دولار، اليوم حوالي 77 دولار البرميل. حيدوا 80 سنتيم، وخاصة تحيد، خاصة تحيد. ولكن ما غاديش عندنا مشكل ديال الفقر ولا الطاقة الشرائية. واش غتحل لكم زعما؟ ولكن سيدي كاين اللي ما يعرفش يدير العملية الحسابية، ما عندي ما ندير. ولكن الإنسان يدير عملية حسابية، لا قدر الله إلا كان ب 12 ولا 13 دولار، 13 درهم، حيد 80 سنتيم، ما تتحلناش المشكل. إذن مشكل اكبر بكثير بكثير، والظروف العالميه الاتجاه راكم عارفينها كلها. اذا الامور صعبه جدا باش ما نبقاوش نناقشوا 80 سنتيم، خاصها تحيدوا صافي، قولوا لنا خاصها تحيدوا بلا ما نزيدوا كلام. وكاين اللي تيتكلم لي على الليبراليه المتوحشه،
هادشي الكلام ديال الستينات في امريكا اللاتينيه، وشكون جابها؟ انا. شكون اللي راه بدا التحرير من سنه 2000؟ كانت 150 ماده، شكون حيدهم؟ انا. الانسان ملي يكون مسؤول على واحد الحاجه يعبر الكلام ديالو. ومزيان هادشي اللي داروا، ما قلت لكمش ما مزيانش، ولكن بحال لا ما متفقينش مع دياولنا داكشي اللي داروا دياولنا. انا متفق معهم، انا ما نتذكرهمش، لان المغرب ما كانش قاد يستمر، وداكشي اللي داروه هو اللي خاص يديرو. انا ما تنسبهمش على داكشي. من الصعب جدا كاين اقتراح ديال نقصوا في الضرائب. انا ما نقص الضرائب، ولكن خاصني العواقب نقص الضرائب. نقص الضرائب هي خاصك تسل العجز ديالك غادي كبار، اذا خاصك تسلف اكثر، اذا غتورط البلاد، لان يكون عندي موارد اخرى اللي ما نكونش مضطر نتسلف. مزيان الدول الغنيه راه كاين اللي ما عندوش ضرائب، ولكن المغرب عايش بداك الضرائب وما كافياش. يلاه راه كل الميزانيه كتناقشوها، شوفوا الحجم ديال الضرائب نقصوا منها شويه وغتشوفوا العجز شحال غيطلع، وغتشوفوا من شكون يسلفكم باش تسدوا العجز، غير باش تسددوا الديون ديالكم. راه عندكم واحد توازن ضيق جدا، ضيق جدا، لان المغرب ماشي دوله غنيه. حتى الاغنياء ديالنا راه خرجوا دوليا شحال يوزنوا. انا كنت في الارجنتين، واحد عنده 250 الف هكتار، واحد 250 الف هكتار. سيروا شوفوا بيل غيت شحال عنده. هذا الدول الغنيه معروفه، شوفوا تصنيف البلاد شحال تنتجوا، 1000 مليار ديال الدراهم فرقوها المغاربه شحال تجي لكل واحد. اذا الدراهم الدراهم. ايوا ما نعرفش، بعدين تتكلموا على واش نقولها ولا لا. فوت مزيان. ملي كنا المقارنة، علاش ما تقولش الحقيقة للمغاربة؟ قارن، جبت لكم المقارنة، جبت اسبانيا، جبت فرنسا، جبت ايطاليا، جبت السنغال، جبت الاردن. علاش هذا بالفرنسيه تيكتبوا لو مونسونج بار اوميسيون. منين تزول واحد الحاجه راه كذوب، هذا كذوب على المغاربه. باش نقولوا الناس كاع اللي ما عندهمش الدعم وماشي منتجين البترول، هذا الثمن باش كيتباع. جبنا دول من الشمال وجبنا دول من الجنوب، ولكن المقص، ثقافه المقص حنا عارفين الضربه ديالها. نعم، عاد تسقي في الاسعار، هذا ضروري في هذه المرحله ان شاء الله. ولا يعلى الرباح ربما راه عنده كثار من هذا الشيء اللي غادي نقول. صافي، بارك علي انا. شكرا السيد الوزير. الكلمه للسيد الوزير فقط، تفضل السيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه.